بيحاول. ميكو؟ طب كلمة الترك؟ بطاطا سخنة برازيلي انجز. البطاطا سخنة صح كلمة الترك. يبقى ميكو الحاول. 100 مرة قلت لك مفيش بوليس بيخبط على الباب يا حمار، وشيل الشنب ده. أمال إيه؟ تك 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 بوليس. ده بيبقى في التلفزيون بس. جهزت لي اللي طلبته منك؟ جاهز يا حاوي امضاء البرازيلي، بس مش هتلاقيني بقى. انت هتغب بالسلاح ده كله على مين؟ حسابهم كام؟ يمكن اساعدك، ما انت عارف البرازيلي احسن نسنجي في بر مصر كله. شكلك مش مصدق. شفت؟ يا اخي مصير اجي في يوم الاقي الحيطه دي واقعه على دماغ اللي خلفوك. حسابهم كام يا برازيلي؟ نفسي العب معاك يا ميسو، وتستغل امكانياتي. ليه مش مصدق ان البرازيلي بروفيشنال؟ شايلك في وقت عوز يا برازيلي، انجز حسابهم كام؟ طول عمرك سرك جواك ما بيطلعش يا حاوي. نفسي اعرف ناقصني ايه؟ ناقص لي ايه؟ ناقصك ايه؟ مش عارف حسابهم كام؟ ماشي، بس ملحوظة، السلاح ده لو وقع في ايد الدبابير انت ما تعرفنيش. انا عليا مراقبة، يقولوا عايزين البرازيلي حيا او ميتا. ايه حيا يا ميسو؟ انا عملت المصلحة دي عشان انت حبيبي. قولنا ما تخافش بقى يا برازيلي، حسابهم كام انجز؟ عيب يا ميسو، انت كده بتشتمني. عاش يا برازيلي، سلام. عاش ايه ده ميسو؟ ده انا بقولها كذوق بس يعني. امسك. طير يا حمام. يا رب ما تبقاش فلوس حرام يا رب. عشان يكون البوليس مراقب ولا حاجة. أهالي المنطقة الكرام، بعد طول انتظار ودفع آخر قسط، قررنا نحن الحاج ميمي تسليم الرهوان العربة الطائشة إلى صاحبها الأستاذ فطير. سلام للأستاذ فطير وأدب الكرامة. والله يا جماعة أنا ما عارف أقول إيه، والله كأن الـ 22 سنة عدوا هوا، كأن أول قسط لسه امبارح. ياه أنا فاكر ساعتها كان عندي 7 سنين وراجع من المدرسة الساعة 2 إلا تلت، كان عندي ساعتها بقى في سنة تانية ابتدائي، وراجع مبسوط وفرحان علشان الأبلة أوديت. فاكرها يما؟ اه يا حبيبي. الأبلة أوديت دي بقى كانت بستني على أورتي كده قدام الحوش كله، وديتني نجمة عشان طلعت الأول في الإملة. قلت ساعتها يا فطين أنت لازم تكافئ نفسك، قلت خلاص أنا هشتري الرهوانة دي. تعالى بقى خلص بقى يا فطين، الناس اتفرجت علينا. حاضر يا أم حاضر. والشهادة لله، الحاج ميمي وقف جنبي وقال لي على أقل من مهلك يا فطين يا ابني، وال 22 سنة يا إخوانا عدوا هوا كأنهم 22 ثانية مثلا. يلا يا حاج ميمي ورانا قراية فاتحة يا اخويا. ايوه حاضر يا ست الكل، والآن أسلم مفتاح المدينة، قصدي الرهوان، للأستاذ فطير. اتفضل. ايه مفيش مزيكا؟ وتدخلي برجلك اليمين. يلا ورانا قرايه فتح. والله نسيت العروسه. الله الله حلاوه. يا حاج ميمي هي اتحسدت ولا ايه؟ مش راضي تدور. كرك لها، خف الدبرياج شويه وسد بنزين. انا ولا فاهم بنزين ولا بيه. يا اخوي اجري يا اما العربية بتاعه.
الادب من اولها. وانت السبب، انت اللي بتدي الناس ملهاش لازمه فرصه تستخف بينا. يستخفوا ايه يا وليه؟ انت يستخفوا ايه؟ الغايب حجته معاه. لا غايب ولا نايب، انا خلاص قفلت. يعني ايه يا بابا؟ يعني مفيش عريس؟ مفيش فاضيين؟ غيرت لك بقى كل حاجه، الرقبه والعفشه والبطاريه والكربراتيل والاكسراتير، وجبت لك طقم كهربا وكيل فرامل، يعني تقدر تقول عمرتهم كامله. لما انت غيرت كل ده، ايه اللي فاضل في العربيه؟ يا اسطى مش ده، احنا لو كنا اشترينا عربيه جديده كان يبقى اسهل. يا عم اركب وادعي لي، دي بقت رهوان، بس خلي بالك بالرادار بقى. ماشي يا عم الرادار، اركب ياما اركب. اوعى يا عم، اوعى يا عم، خليه اركب. يلا الناس هتاكل وشنا. ماشي ياما، ده احنا وشنا اتهبب خالص. يلا يا حاج بالراحه ياما. قلت لك هتدعي لي، ايدك بقى على الحساب يا حلو. خلي بقى الحاج ميمي حاسبك وانا هبقى قصتهم له. يلا ياما. على مهلك ربنا يكفيك شرها يا ابني. انا عارفة حظي وبختي مهبب. لا يا حبيبتي، بختك حلو وحظك زي الفل، ان شاء الله في عريس وفي فرح. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ عقدت البيت. قم قم يا بابا، والله لازم قم. شفتي؟ عشان تعرفي ان الصبر جميل. اتحاكي بقى، اتحاكي في وش الناس عشان ليلتنا تبقى حلوة. اتحاكي. هي دي الضحكة؟ يا ابني ايه ده؟ ما السكت الزمارة دي يا ابني دماغي دي بينها علقت ياما. والناس اللي مستنيانا دي هنفضل قاطعينهم كده؟ لا لا ما صح، تعال يلا ننزل بقى. يلا يا ابني يلا ننزل بقى، تعال ياما. وهي بقى ان شاء الله هتسكت لوحدها، هي عربية ايه رهوان. يلا يلا اتفضلي ياما، هي الدور اللي فوق على طول. طيب يلا. منك لله يا حاج ميمي، انت والوسطى مشمش حمرات كامله. امسكي بقى يا مدام شهر، حط القطنه دي في ودنك هتفصلك عن الدنيا كلها، مش هتسمعي حاجه خالص. مش عايزه قطن. اجيب لك شاش؟ مش عايزه حاجه. اسمعي كلامي حضرتك، التوتر ده مش حلو لصحتك. انا قلت مش عايزه حاجه، انت ايه ما بتسمعش؟ ايه انتوا يا ناس يا اللي ما عندهاش ريحه الدم، حد يقفل كلاكس العربيه دي، عايزين ننام. براحتك. ايه رايك بقى عم عزوز في الاختراع ده؟ عم عزوز نسيت. انت سامعني كده؟ اه حبيبي، في حاجه؟ لا انا كنت بطمن بس. ايه رايك يا امه بقى في العروسه؟ زي القمر يا فاطين، وشكلها طيب وبنت حلال. يعني مالكيش اي ملاحظات عليها؟ عليها هي؟ لا دي غلبانه قوي، انما عارف على امها. امها دي عامله زي قضايا وصولات الامانه، موت وخراب ديار. يا عالم يا واطشه، بطلوا صوت الكلاكس دوت، عايزين نتفرج على الفيلم. بس البنت طيبه وكويسه. يعني موافقه يا ست الكل؟ ربنا يوفقكم يا ابني. طيب يلا بقى بينا يا جماعه نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحه ايه اللي هتقروها؟ هو احنا كنا اتفقنا على حاجه عشان تقروا الفاتحه؟ ما نقرا يا شهر، انت زعلانه ليه؟ عزوز. حاضر. احنا يا اختي موافقين على كل اللي هتقولوا عليه، وبنتكم اللي زي القمر دي دخلت قلبي من اول ما شفتها، وحشيلها جوه عيني. الله يبارك لك يا ست غاليه، بنت اصول صحيح. ايه ده؟ الظاهر ان الكلاكس اتصلح. شيلوا القطن يا جماعه، شيلوا القطن. ياه. وبالمناسبه الحلوه دي بقى، انا عازمكم عند فطاطر الامور، نضرب بقى فطير كده بالسجق، وبعديها نحل بالسكر ونتكلم بقى في التفاصيل، وبالمره افسحكم بالعربيه الجديده بتاعتي. ايوه انا بحب السجق جدا. عزوز. حاضر. ما تعربيهاش بقى يا شهر الله، وبعدين الست قالت طلباتكم كلها مجابه، ما تزعليش البنت في يوم مفترض زي ده، انت شايف البنت مبسوطه ايه وحاطين من الفرح. ماشي يا عزوز. الى الامور يا جماعه، يلا بينا.
وانت بقى يا قطر شيل علبه الجاتوه دي في التلاجه لحسن تبوظ. ده انا جايبها لكم من القطعه ب 4.80 قرش. عيب عيب كده، عيب كده يا فاطين. ناقص تقول لهم ان انت جايب دسته ونص. السلام عليكم، ازيك يا سمكه؟ ازيك يا ست البنات، اموري ايه؟ ده انت مش عارفني؟ انا دنيا اللي كنت هنا امبارح لما العيال الصيصه. ايه اللي جابك؟ انت ما حرمتيش. هو فين ميشو؟ مش بيقعد هنا ساعات؟ مش كل يوم. بعدين ميشو ده ملوش ماسكه، ولو ميشو مش موجود سمكه سداد. سمكه ايه يا واد؟ انت بتحترم نفسك، انت فاكرني ايه؟ وبعدين انا جايه اديله الجاكيت وماشي على طول. خلاص يا جميل ما تزعلش، خلي الجاكيت هنا وانا هوصله له. توصله له فين؟ انت تعرف مكانه فين دلوقتي؟ لا ما اعرفش، بس هو هيروح مني فين؟ اخرته لازم يجي هنا يشرب كوبايه الشاي ويفضل باصص الميه بالساعات. خلاص انا هبقى اجيله مره ثانيه. اوعى اما تستنى اعمل لك كوبايه شاي ونقعد انا وانت جنب الميه على رواقه، ونقعد وناخد وندي بشكل ودي. لا ده انت شكلك بقى بتدور على الاذيه بمنكاش، وانت اخرك قطنه وشاش، وانا بقى وديني لما يجي مش العال. لا وعلى ايه؟ خلاص ده انا بهزر معاك. ايه ما بتحبش الهزار يا عسل ولا ايه؟ لا يا اخويا ما بهزرش. السمكه قال ده انت حته سردينه ومعفنه يا زفر. الله ما انت بتحب الهزار اهو. مش كنا استنيناهم يا ابني ونزلنا كلنا سوا يا امي علشان يجهزوا براحتهم، وبالمره بقى نقعد نبرفن العربيه الجديده. انا فرحان جدا يا ماما ومتفائل الى اقصى حد. ربنا يفرحك كمان وكمان يا ابني. ايه ده؟ فين العربيه يا ماما؟ ده انا كنت سايبها هنا. دور عليها يا ابني، تكون هنا ولا هنا؟ لا تكون ناسي. ناسي ايه يا ماما؟ هي الصفه دي عربيه، وبعدين ما انت كنت معايا يا ماما فيها. انا متشائم الى اقصى حد. اهدى اهدى بس يا ابني، فداك 100 عربيه. يا امي ده انا لسه ما تهنتش بيها. الحاج ميمي شكله كان مداني وعينه فيها. اما نعم يا نور امي، العربيه اتسرقت يا اما. وسع 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 العريس وسع. كله يسهر وكله يشرب، محدش هينام. اللي جاني وحياني ونقطني صاحبي وحبيبي واجبه عندي، والكبه ما بينساش. اما بقى اللي ما جاش فبشوقه وبراحته، والكبه برضه ما بينساش. بس عايز اوصل له مسج، يعني رساله، ان انا لما هشوفه هعلم عليه. واخر الكلام الايام دول، انا هاخد العروسه ونطلع عشان ما تستهواش. يلا عروسه مبروك يا كامبو. عايزك تصدق الناس دي كلها.
خس يا سماح. خش يا عروسة خشي. عايزك بقى تدلعي نفسك. قميص النوم اهو عقبال ما انا ايه اشرب السمسون ده. هبوس ايدك يا كابتن. ما احنا هنبوس. مستعجل على ايه؟ كله جاي. تك على الصبر. تكي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الزغاليل دي هنا؟ مش واجب برضه يا كبو؟ شفت الرجولة يا سماح؟ مش الحاوي جاي ينقطني في اوضتي ليلة دخلتي. وانا صحيح هنقطك يا كبو، بس مش هنا، تحت عند ضيوفك وحبايبك. طب بقول لك ايه؟ ما تنزل انت لضيوفي وحبايبي قبل ما انا اخلص المصلحة اللي في ايدي دي واتشطف واجيلك. تفضل برضه وسخ ومعفن يا كبو. مش رجولة انك تاخد واحدة من امها غصب عشان ملهاش رجالة. بس صحيح، انت هتتعلم الرجولة فين وانت طول عمرك زبالة وبترضع من الزبالة. الله. طب مش قدام العروس؟ تقول عليا ايه؟ انزلي يا عروسة روحي لامك واقفلي الباب من بره. ناوي على ايه يا ميشو؟ اقلع. ده انت ناوي على الشر بقى. اقلع. ناوي على ايه يا حاوي؟ اوريك قله الادب والرجوله اللي على حق. رجالتي تحت يا حاوي، ومش هتخرج من هنا غير على قبرك. وانا ما قلتلكش؟ ما خلاص الرجاله بخ بقوا نسوان، وهتشوف بعينيك. يبقى تخش لي ذكر لذكر وتنزل المسدس اللي في ايدك ده اللي انا ما هتتكش بيه. ماشي يا كبو. وقعت يا حاوي. شو قلت لك هتبقى زباله طول عمرك؟ اضربني اضربني يا حاوي، انا صدري مفتوح. مش قبل ما تقلع الاول. ايه وجعتك؟ دي اقلع. انا اصلي وعدت الكبو اني انقطه قدامكم قدام حبايبه وضيوفه، وانا عندي وعدي. والنقطه دي من ميشو الحاوي. ميشو الحاوي للرجاله وبس. الرجاله وبس. النسوان لا. النسوان لا. النسوان لا. ومن الليلاد الكبو بقى اسمه ساوسن. واللي ما يعرفنيش انا ميشو الحاوي، يعني الرجوله والدهب بالوي 24. الشياطين بتعمل لي ألف حساب، ومفيش زخنوق فيك يا مصر غير وليا في واجب. أنا مؤدب مع المؤدب وقليل الأدب مع ابن المتضايقة. الدنيا علمت فيا ويا مكتر الجروح، بس أنا خلاص مش باقي عليها، ويا روح ما بعدك روح. أنا كان ليا فلوس هنا وخلاص خدتها، بس الكل هيرقص ويتبسط على شرف ساوسن. على شرف مين؟ ساوسن رقصني يا ابني وسمعني سوق البنات ورقص ساوسن.
كفاياك قهوة بقى يا دناي، ويلا يلا عشان تتعشى. أتعشى؟ وقدرت تقوليها ياما؟ وقدرت تقوليها ياما؟ ليه يا ابني، هو كان إيه اللي حصل؟ ما أنت طول عمرك بتسرق، نسيت العجلة؟ عمري اللي فات كله كوم، وعمري اللي جاي بعد سرقة العربية كوم تاني ياما. ده إذا كان في عمر تاني. لا رد لقضاء الله. ايوه كده يا ابني، اذكر ربنا وافتكر ان ربنا لو خد منك العربيه هعوضك بقاطع. بقول لك ايه يا امه، ما تجيبليش سيرتها لحسن. بصي انا مخنوق منها هي واللي جابوها. ليه بس كده يا ابني، دي غلبانه. غلبانه؟ انت مش شايفه اول يوم بس نقرا في الفاتحه ها القاضي يقفل الجلسه والعربيه كانت هتولع بينا، وفي اخر اليوم تتسرق. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا استاذ فتيح، يا استاذ فتيح، ده صوت الواد بسكليت. صب لي قهوه تاني ياما. تعالى 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 يا بسكليت تشرب قهوه. بسكليت حرام العجله، والنبي ما انا سايباك وكمان جايبيها لحد هنا. يا دمك يا اخي. يا نهار اسود، الحقني يا استاذ فتيح. محدش هيلحقك. يا امي يا امي، سيبيه بقى علشان خاطري. ده الواد بسكليت ده غلبان جدا، انت ما تعرفوش. انت ايه اللي جابك يا بسكليت؟ ما انا عرفت ان العربيه اتسرقت، قلت اجي ابارك لك. الله يبارك فيك. ايه وعرفت منين؟ خلاص الخبر اتنشر؟ لا انا عرفت من اللي سرقها ده، كمان طالبك تروح له لحد عنده. هروح له هروح له هروح له هروح له، ويا ويله وسواد ليله، اما ندمته على اليوم وعلى الساعه وعلى الدقيقه وعلى الثانيه اللي فكر بس فيها انه يهوب ناحيه عربيتي. ومين حرام الشوم ده؟ درغام. درغام؟ سبع الليل رئيس عصابة المطاريد وقطعين الطرق؟ اي نعم هو مفاتيح. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده راجل شراني وقتل قتلة ومحدش قادر عليه. لا مش عايزين العربية، فداك يا فطين. فداك يا فطين ايه؟ وانا بشتري ياما كل يوم عربية ولا ايه؟ لا بقولك ايه، البلد دي فيها قانون وانا ممثل القانون واقسمت على سيادة القانون، واذا كان هو بقى عدو القانون فيبقى عدوي انا شخصيا، وانا مش جبان يا ام فطين. ان شاء الله. يعني ايه؟ يعني انا هروح له وهرجع عربيتي وبقوة القانون واعلى مفخله يركبه، وإذا كان هو بقى درغام سبع الليل فأنا فاطين الليل وآخره. اطلع بينا يا بسكليتة. أهلاً يا ميشو، لقيني في الفجر يعني. مية المية معاك مصلحة حلوة وجامدة كمان. معاك إيه؟ أصفر ولا أبيض؟ ولو وقعت لك على حتة ماس حلوة كده. ما أنت عارف يا عزيز باشا، انا ماليش في الماس ولا في الذهب، انا بس جايب لك معايا هديه يمكن تعجبك. هديه؟ ميشو جايب هديه لعزيز السايق؟ هديه ايه يا حاوي؟ الكبو. كبو؟ كبو ابن الكلب هبشني في نصويه وعلم عليا. هو فين؟ معايا بره. كبو مين اللي بره يا حاوي؟ انت جاي تشتغلني ولا ايه؟ ميشو الحاوي كلمته واحدة يا عزيز يا صايغ، وانت كنت طالب الكبو وانا جبتهولك. ماشي يا ميشو، طلباتك ايه؟ قال لا، ما قلت لك هدية يا باشا، ولا انت مش عايز الهدية دي؟ لا لا، ده بالذات بقى ادفع فيه الذهب اللي عندي كله، بس اخد حقي منه قراط قراط. اه عندك يا باشا بره اهو، اعمل فيه اللي انت عايزه لا مؤاخذة. ماشي يا ميشو، مش خسارة فيك. امسك يا ميشو. لا يا باشا، بس لما احتاج لك هجيلك. طير يا حمام. صحيح يا باشا، لا مؤاخذة يعني، قميص النوم اللي جاي لك بيه الكبو يا ريت تخليه على جنب عشان عايز التذكار. ميشو، امسك يا ميشو. ايه ده يا باشا؟ مفتاح العربية الجيب اللي كان نفسك فيها. هدية من عزيز السايق. ماشي يا باشا، والنبي قبل الهدية. أنا معايا المفتاح أهو يا أستاذ بلطجي وقاطع طريق درغام. تعرف ده معناه إيه؟ معناه إني مش هرجع غير بعربيتي معايا. أنا بقول لكم أهو. اهدى شوية يا أستاذ فطين. السلام عليكم. اهدى شوية، ما تنساش إن إحنا
فعرين الاسد درغام والاسد نايم ومش عايز ازعاج. يعني ايه نايم؟ يصحى ويقوم يكلمني؟ اصحى درغام، البلد فيها قانون وعربيات الناس مش لعبة. اصحى وواجهني راجل لراجل، انا مش خايف منك ولا من رجالتك. اصحى ايه في البوك يا؟ انا مش ياض يا درغام، انا فطين علي حسين الجرحي ومش هسكت يا درغام. يا جحش امرنا معلم درغام. سكتوا عينيا. نتفاهم نتفاهم يا استاذ درغام، وحقك عليا حقك عليا. ولو حضرتك يعني عايز تنام اتفضل اتفضل نام، وانا ما اوريش اي حاجه، انا هقعد هنا للصبح. ده حتى هنا هون الجو يعني يرد الروح، وعلى راي المثل تبقى نار تصبح على خير. الحمد لله. يدوم يا رجاله، يدوم يا ريس درغام يا قاطع طريق يا كمل. خف ايدك يا معمل. ايه يا معلم؟ ملموس اللي تلم. الموس برضو اللي تلم؟ ده انت لو كنت بتحلق له برجلك ما كانش حصل فيه كده. وانت ايه ده مش وشك ده خالص؟ صدق صحيح اللي سماك جحش؟ المعلم درغام قال لك خف ايدك يبقى تخف ما تجحش. بس والله يا ريس درغام جدع وابن حلال وبيحبك. ايوه كده تعدل. يلا بقى اسيبكم انا بقى يا معلم درغام، والله الواحد ما عايز يسيب القعده الحلوه دي ابدا. بس هنعمل ايه بقى مشاغل؟ معلش يا معلم درغام هتعبك معايا، واحد بس من رجالتك يعني تبعته معايا يسلمني العربيه. سلام يا فيل، سلام يا ثعلب، سلام يا جحش. جنينة الحيوانات اللي انت قاعد فيها دي يا معلم درغام هتوحشني قوي. يلا بينا يا كلب. استنى عربيتك هتاخدها، بس اقعد عشان عايز اقول لك كلمتين. انت تأمرني يا ريس درغام؟ تأمرني طبعا، ده احنا بقينا خلاص اهل مش كده يا جحش؟ نايم يا سيدي المعلمين. بقى عباس الحمار ده يا سيدي واحد من رجالتي. اه اكيد بقى الحمار ده اخوك الكبير يا جحش. اسمع، كان معدي على كمين بالليل في الطريق السريع، والكمين حب يوقفه، ضرب نار على الظباط. ضرب نار على الظباط؟ ده حمار حمار يعني، حمار حصاوي بجد. المهم هو محجوز دلوقتي وجلسته النهارده، وانا عايز اطلعه براءه، ومحدش هيطلعه غيره. قلت ايه؟ اطلعه من ايه يا ريس درغام؟ ليه 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 ليه؟ انت فهمتني غلط، انا بخدم القانون وبس، انما الحمار ده لا يمكن اترافع عنه، دي تبقى هزولت. الحمار ده بقى تجيب له دكتور بيطري، تجيب له عربيه كارو يسرح بيها، انما انا لا يمكن اترافع ابدا ابدا ابدا. ما تقول حاجه يا بسكليت للراجل الطيب اللي معاك ده، اللي خساره في الموت. بقول لك ايه يا استاذ فندم، كينج كونج اللي قاعد هناك ده مجنون، ممكن يتغدى بينا. مجنون على نفسه، مجنون على نفسه، انا مع القانون. طب اقعد بس كده يا استاذ فطين واهدى شويه. مش هقعد يا ريس درغام ومش ههدى، انا خلاص يا سيدي العربيه بتاعتي ووصلت لي. يلا بينا يا بسكليت. اسمع يا استاذ فطين، المره الجايه مش هناخد عربيتك وبس، المره الجايه هناخد المحروسه والدتك ومعاها قطر الندى خطيبتك، واحتمال يكون ابوها وامها معاها كمان. اسمعني انت بقى يا ريس درغام، انا ما بتهددش، ولو عايز تاخد ام قطر الندى حماتي خدها، ولو عايز تاخد ابوها كمان خده. اقول لك يا ريس درغام، لو عايز قطر الندى نفسها خدها، انا لسه ما خطبتهاش، دي يا دوبك قرايه فاتحه وما كملتش. انما اي حيوان من اللي موجودين عندك في الزريبه دي مس شعره واحده بس من ام ست الحبايب هخلص عليه، ومن غير ما اسمي كمان عليه، وبرضه مش هترفع عن حمار. توبجي توبجي، توبجي
نايم ولا ايه يا عم توبجي؟ اصحى توبجي، توبجي اصحى عم توبجي اصحى. شوف ما نمتش لما اطمنت عليك الواد بندو، عرفت انك رحت العزيز الصايغ. طب يلا انت ايه ميت من النوم؟ يلا اصحى اصحى وانا احكي لك. يلا قوم كل. ايه ده؟ كباب وكفت ولحمه ونيفه. قوم ياد منك له يلا، قوم ياد كباب وكفته ولحمه. مين دول يا توب؟ شويه عيال غلابه مبشرين من اهاليهم، قلت اكسب فيهم ثواب او يلاقوا مكان يتوه فيه بدل نومه الرصفه. اسيبك انا بقى لم خدت السباج، انا ناس من الكب الله يرحمهم. يبقى تروح على البنك بتاعك. طير يا حمام.